السلام عليكم متابعي دراما سبورت. اليوم راح نحكي عن التصنيف الجديد للفيفا وكيف تفوق المنتخب الفلسطيني على منتخبنا وعلى عدة منتخبات قوية في قارة آسيا. قبل ما نبلش يا ريت ما تنسوا دعمنا بالاشتراك والتعليق والإعجاب. كثير منكم استغرب تقدم المنتخب الفلسطيني للمركز 73 على العالم بتصنيف المنتخبات، وكمان تقدموا على منتخبات مثل سوريا والإمارات والعراق وقطر. بالبداية لازم نعرف طريقة احتساب النقاط من قبل الفيفا والطريقة المتبعة. الطريقة المتبعة بتعتمد على نتيجة المباراة، أهمية المباراة، قوة الخصم، قوة القارة. نتيجة المباراة لا يهم فيها عدد الأهداف، بحيث الفوز يعني 3 نقاط، بينما التعادل نقطة واحدة والخسارة بصفر من النقاط. أهمية المباراة، المباراة الودية إلى نقطة واحدة، تصفيات كأس العالم والتصفيات القارية إلى 2.5، المسابقات القارية 3 نقاط، كأس العالم 4 نقاط. قوة الخصم تختلف من قارة إلى قارة، أي أن المنتخب إذا لعب مع منتخبات أوروبية أو من أمريكا اللاتينية فأكيد النقاط بتزداد أكثر. قوة القارة، أمريكا الجنوبية وأوروبا طبيعي تكون نقاطها أقوى من بقية القارات. تصنيف الفيفا ما بيعتمد على قوة المنتخب تاريخياً، بل هو تصنيف بيتم تحديثه كل 48 شهر، وكل ما كانت المباريات الدولية الودية والمشاركات كثيرة بيكسب المنتخب تصنيف أفضل. هلا بنرجع للمنتخب الفلسطيني، معلومة ممكن ما حدا يعرفها، المنتخب الفلسطيني من نهاية العام 2016 إلى الآن وهو ما خسر أي مباراة، يعني تقريبا صار له أكثر من سنة دون خسارة. منتخب فلسطين لعب مباراة ودية مع المغرب وتعادل فيها، وشارك بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا وفاز فيها على عمان والمالديف وبوتان، وفاز على منتخب البحرين بمباراة دولية ودية، وتعادل مع السعودية في تصفيات كأس آسيا. يعني تقريبا من 20 شهر نتائج المنتخب الفلسطيني كانت قوية. هل في منكم ممكن يسأل المنتخب الفلسطيني لعب مباريات سهلة ومو صعبة؟ هو أنا بتفق معكم، بس المباريات السهلة كانت أغلبها بالتصفيات الآسيوية، وبالتصفيات الآسيوية بيحسبوا نقاط التصفيات وما تكون في أهمية قصوى لقوة الخصم. المنتخب الفلسطيني بآخر 12 مباراة ما خسر ولا مباراة، فاز ب7 مباريات وتعادل ب5، وهالشي منحه عدد أكبر من النقاط. هل التصنيف فيه ظلم أو لا؟ أكيد كل شخص منا بيشوف بمقاييسه الخاصة، يعني إذا حسبنا حسب القوانين فأكيد المنتخب الفلسطيني بيستحق المركز، بينما حسب قوة المنتخبات فكمان في منتخبات أفضل من المنتخب الفلسطيني. هذا اللي قدرت أختصره من موضوع تصنيف الفيفا للمنتخبات. بتمنى ما تنسوا موعدنا بكرة مع حلقة جديدة من برنامج في الملعب.